اهلا وسهلا، اقعد يا حاج ارتاح يا ابني. اهلا وسهلا، وسيد الوالد بخير ان شاء الله والاسره كلها الحمد لله. يسلموا عليك والله يا عم كله. واحد يسلم. وازاي الحاجه؟ والله والدتك واخواتك كلهم دخلوا قلبي. الله يبارك فيك يا خاله. امال الاخ صلاح فين؟ صلاح في مأموريه تبع الشغل يعني. ايه يا ام صلاح، ما تقومي تحضري لنا الغدا؟ من عينيا الاثنين. بقول لك ايه، اوعى تقولي انك انت هتبات بره، خلاص البيت هنا بقى بيتك. من غير ما تقول والله يا عم، بس يعني انا بحب ابقى براحتي كمان عشان خديجه يعني تنفك لو عايزه تتكلم عني بكلمتين. لا انا هخليك انت تتفك مع بابا. يلا نشوف ماما بقى في المطبخ. يا مرحبا يا مرحبا. اهلا وسهلا. مأموريه واحنا عارفين له شغلانه اصلا. امال هو فين؟ كالعاده دب خناقه مع بابا، كل ده عشان بابا يديني فلوس انا وكريم نكمل جهازنا. فراسه قال في جزمه انه دي حته الارض اللي موجوده في البلد، قال ايه عايز يشتري شقه ويتجوز. طب وانت وكريم؟ والله كريم ده انا بفهمه له حاجه، عمال يتدلع قوي يا خديجه. قال ايه عايز يتجوز والشقه كامله من مجاميعه، وانا بصراحه زهقت وعايز اخلص. انت عارفه ان احنا اتخانقنا وبابا اتدخل عشان يصالحنا؟ اخس عليكي يا شيرين، ليه كده؟ كريم بيحبك. انا عارفه انه بيحبني، بس انا زهقت قوي يا خديجه. ان شاء الله كله هيبقى كويس. طول السكة وانت ساكت يا مرسي، خايف من خواطر اياك ولا ما انتش عايز؟ منخاف سلم يا مقدس، وبعدين انت عارف ان انا راجل غلبان وعندي عيال عايز اربيهم، عايز اكل عيش. وهم خلونا ناكل عيش؟ ده انا عايز ابيع المعدية بتاعتي بعد ما جابوا معدية وبركبوا فيها الناس ببلاش، ولو اتكلمنا يقولوا نصارى ومسلمين. انا راضي ذمتك يا مرسي، مين اقرب لك اني ولا الخواطر؟ انا بعتبر ان عيالك عيالي. مقدس انا لحم كتافي من خيرك، بس الحكايه دي خطره قوي، وبعدين الواد زغلول سمعنا واحنا بنتكلم وممكن يدور يهبتل في البلد ويكشف الحكايه كلها. خايف من زغلول العبيط اللي ماشي معكزين؟ انا قلت عليك راجل طلع بتخرع. مرسي لو وقفت معايا ضد الخواطر هديك 5000 جنيه. خليهم 7. كيف يعني تروحي اسيوط وحدك؟ عاوز احضر خطوبة صاحبتي، فيها حاجة دي؟ لو كان حرب هناك كان راح وياكي، لكن تروحي اسيوط وحدك لا. اقول لك خدي رمضان وياكي. بس قولي لصاحبتك انه جاي وياكي عشان يلموا روحهم ويمنعوا الرقص والغنى بدل ما رمضان يتربجها فوق راسكم. ليه عاد؟ وانا عيلة هتوه في اسيوط؟ وبعدين دعاء حضرت فرح حرب ونجطت، تقول علينا ايه دلوقتي؟ ما معناش نرد الواجب؟ مالك يا بنت؟ اهمدي واقعدي وتنيلي، مالك واقفه قدامي زي عمود النور كده ليه؟ دي الربايه اللي ربيتها لك. والنبي يا ماما ما تكسفيني مع صاحبتي، اروح معاها لست الحجه؟ والله فكره يا بنتي يا صباح، اهي صباح اهون من رمضان، همي يبكي وهمي يضحك. اقول لك ايه؟ روحي قولي لابوكي، اذا وافق روحي انا ماليش دعوه. هقول له هيوافق، بس انت اديني كلمه قبل ما اللواء تحيه ترجع من بيتها. انت رجفيها مش كتشويش لحد عشيه؟ عيب عليكوا تمسكوا سيرة اختكم الكبيرة. انا هروح اكلم ابويا في التليفون واقول له، بس على الله لو وافق تزني على دماغه. امشي يا قلة الادب.
ولازم خطواتنا تبقى محسوبة علشان ما يتحسبش علينا ونهيج الدنيا. الناس دي لازم تفهم إن ديننا في خطر، وإن ما فهموش بالعقل نفهمهم بطريقتنا إحنا. يا حاج أنت مش قلت لو عبد الحكم أبو غانم خاننا يبقى دية رصاصة بربع جنيه؟ يعني عايز إيه يا توفيق؟ أنا عايز أروح في 60 داهية عشان أنت ترتاح؟ إيه يعني حتة الأرض اللي جار الكنيسة وخدوها؟ الأرض دي تسيبك منها؟ أسيبني منها؟ يعني لو بيجي في حياستي عن قريب مش هتاخد نصيبك يا حاج؟ أنا قصدي إنك تكسر الشر. إذا كنا ما عملناش حاجة ومتبهدلين على البتاع اللي اسمه الكمبيوتر دي، أمال لو خدنا الأرض يحصل إيه؟ أنا عندي طريقة ناخد بيها الأرض. طريقتين؟ إياك هنروحش نتعارك معاهم. لا، هوقف لهم البناء. ودليلك عليا إن أنا وأنت مش هنبان في الصورة واصل، والكنيسة مش هتقدر تبني، وهم اللي هيروحوا يدوروا علينا عشان يشوفوا حل ياخدوا بيه فلوس. الو، ايوه انا، ايوه انا ابوكي. امك خايفه عليكي. عزيك؟ لا 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 لا، فرح وسهر ومسخره. لا لا لا، تروح تنقطي وترجعي مش اكتر من ساعتين. يلا مع السلامه. طيب، عفارم عليك. السلام عليكم. سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، سبع ولا ضبع يا واد؟ وانا اطلع ضبع المين يا ابوي؟ سبع ابن سبع طبعا. عفارم عليك. وقال لك ايه الرجل القرد ده؟ قاعد يحكي ويلك ويعك ولغاية ما فلق لي راسي. قلت له بقول لك ايه، انا مش هرجع لابوي زي ما خرجت من عنده. لا، انت زي ما بعت محصولك تدينا حقنا. قال لي وانا اقدر اكل حق الخاطر، انا بس كنت مستني حد منيكم يجيني. فراجل نمرود صحيح، ما يطلعش قرش من جيبه الا بلوي الدراع. مش هنتعامل معاه تاني. سمع حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. عديتهم قدامه ثلاث مرات. هو انت كده؟ هو التوفيق خاطر صح. مش هتعد ورايا يا ابوي؟ هاد وانا ايه وانت ايه؟ وكله ليك في الآخر. في حياتك يا حاج. تعرف فرحتي بيك النهاردة غير كل يوم. قدرت تحصل فلوس ميتة ورجعت بيها كاملة مكملة. طالما عجبتك يا حاج يبقى تشركني. أنا عمري خبيت عنك حاجة؟ مش القصد يا حاج، في مشكلة دايرة ما بين المسلمين والنصارى، وقلبي حاسس إن الخبر الصدق عنديك. شوف رمضان، أول حاجة لازم تحطها حلقة في ودنك مصلحتك. تعرف مصلحتك فين وتحادي عليها. يعني لو مصلحتك المشكلة يبقى عركة شعلله، لو مصلحتك يفض ادلق عليه برميل مية متلجة. تاني هام لازم تبقى واعي وتشوف قبل ما تخطي، لأنك لو خطيت خطوة غلط مش هتقدر ترجع فيها. معلش يا ابوي أنا على قد يعني فهمني. يعني لو صادفتك مشكلة خليك عايم على وش المية، إياك تسقط في الدعر. الدعر دي له ناس العبيطة، لكن لو حكمك وما فيش مطر اسحب سلاحك واضرب في المليان. لو وقعت واحد هتلاقي لو قدامك جيش هياخد ديله في سنانه ويجري. فهمني يا رمضان؟ على قد يا أبوي، شهادة لله، كلامك يعني غوي. معديش. بكرة توعى لكل كلمة طلعت من حنكي تقول أبويا بالهادي. المهم دلوة ما تضرتش نفسك في أي مشكلة، خليك واعي وشايف وخزن اللي تشوفه، لأنك في يوم هتحتاجه. كلامك هتنفذ يا أبويا. يلا خد امسك دول. والله معايا يا أبويا. يا والله امسك. معايا كتير كمان. امسك نحنش نفسك، تكسفش يد أبوك. عايزك تعيش عمدة ابن عمدة، اللي يعزم عليك بكوباية شاي ترد عليه بغدوة.